مرحبا، كيفكم؟ واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. فيديو اليوم رح نتكلم فيه عن قناة شفا، بس قبل ما نبلش بدي اذكركم انكم تكبسوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس. وهلا يلا نبدا. شفا هي صاحبة أكبر قناة عربية بعدد مشتركين وصل 33 مليون مشترك، وهي مجرد طفلة صغيرة انولدت بتاريخ 19/12/2011، عمرها 9 سنين، وكمان شهر بالضبط راح تحتفل بعيد ميلادها العاشر. أصل شفا من الكويت، بس هي عايشة مع عائلتها في الإمارات، وشفا إلها أختين، واحدة اسمها شيخة وهي اللي بتمثل دور الأم، وأخت تانية اسمها أروى. بين شيخة وأروى. هلا. وشفا عملت عملية جراحية لكن ما صرحت القناة عن طبيعتها، وفعليا قناة شفا ما أعلنت عن أي معلومات أو أي تفاصيل عن شفا وتفاصيل حياتها وعيلتها. وبدت شفا تظهر على اليوتيوب من لما كان عمرها 6 سنين، يعني في سنة 2015، واللي اكتشف موهبة التمثيل عندها هم خواتها شيخة وأروى، فقرروا يصيروا صوروها وينزلوا الفيديوهات على القناة اللي سموها باسم شفا، وهي القناة صار متفرع منها عدد كبير من القنوات، أهمها قناة شفا 2 اللي بتضم أكثر من 32 مليون مشترك، وقدرت قناة شفا إنها تحقق نجاح كبير وإنها تصل لملايين المشاهدات بمعدل 30 مليون مشاهدة يومياً ومليار مشاهدة شهرياً، وبهيك صارت قناة شفا رقم واحد عربياً. ومن ناحية الأرباح فقناة شفا بتحقق شهرياً 50 ألف دولار تقريباً، وأشهر مقطع على القناة جاب أكثر من 313 مليون مشاهدة، اسمه شفا ضد سوسو، الأكل الحقيقي ضد الشوكولاتة. واعتمدت قناة شفا نشر فيديوهات تمثيلية بتحكي عن يوميات الطفلة شفا في بيتها، بس هاي الفيديوهات ظلت تتعرض للانتقاد خاصة انه بعضها ما بيناسب الأطفال. وأكبر مثال على هذا الكلام فيديو الزواج، واللي ظهرت فيه شفا بتطلب من إمها إنها تتزوج. وفي السنة اللي فاتت تعرضت قناة شفا لأكبر موجة انتقاد على مواقع التواصل بعد ما صارت تنشر قناتها فيديوهات بتأثر بشكل سلبي على الأطفال، واللي بعدهم صار يقلدها بشكل خطير، والمسؤولين عن تقديم أفكار الفيديوهات هم عيلتها. ومن بين اليوتيوبرز اللي حكوا عن قناة شفا برهومي مع الراوي، فيديو اليوم رح نشوف اخر التطورات اللي عملتها شفا وانسايز، ورحمة الله وبركاته. طبعا يا شباب بهذا المقطع بنشوف قناة شفا واحمد ابو الرب. يعني هي تسوي محتوى على اساس للاطفال، اطفال عمرهم سنتين. أوكي. اطفال اطفال ربع. ودار كالو، قناه عربيه هي قناة شفا، هي قناة اطفال وليس اي اطفال. وبدر بدر، اكبر قناة موجودة في الوطن العربي اللي هي قناة شفا، القناة يا اصدقائي عليها 30 مليون مشترك ومبنية على سرقة المحتوى. لكن القائمين على قناة شفا ما استوعبوا حجم الانتقادات، فبعثوا تهديدات لعدد من اليوتيوبرز اللي حكوا عن قناة شفا زي احمد ابو الرب. لكن بعد ما انا عملت الفيديو هذا تجيني رسالة تهديد على الايميل، رسالة تهديد من شفا، من القائمين على قناة شفا. انا على فكرة كل الكلام هذا على القائمين على قناة شفا، مو شفا نفسها، شفا نفسها عبارة عن طفلة ما بتعرف شيء. بس وبرهومي مع الراوي وبدر بدر. لكن ما قدرت قناة شفا انها تسكر اي قناة من هدول بسبب سياسة يوتيوب اللي بتحمي صناع المحتوى في حال كان استخدامهم للمقاطع وفق سياسة الاستخدام العادل. وفي نهاية المقطع ما تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، ومع السلامة، بشوفكم بالفيديو الجاي.